سعيد لما بيشوف مثل هذه الامور، ودايما الواحد بيبقى مبسوط لانه في النهايه اسم النادي الاهلي يظل دائما خالد، خالد هيفضل دايما طول يعني لغايه لما ايه اللي يحصل يظل دائما اسم النادي الاهلي. كل الناس اللي بتعمل حاجه بيعملها عشان اسم النادي الاهلي وعشان اعضاء الجمعيه العموميه وعشان جماهير النادي الاهلي. فمره تانية انا بقول لحضراتكم معلش اعذروني، ارجع للكلام الاولاني تاني، المدير الفني للنادي الاهلي مش عايزين نستعجل، عايزين نهدى. ده مش معناه ان هو هيتقال كمان اسبوعين، معرفش، انا معرفش، انا بقول لحضراتكم سيبوا اللجنه او نسيب اللجنه اللي بتختار تختار. لجنه التخطيط بتعمل اللي عليها. حضرتك كأب مثلا لما بتيجي تختار ما بين مدرستين لابنك بتقعد قد ايه تختار؟ بتقعد وقت طويل قوي. ولكن الناس بتشتغل 24 ساعه علشان في اقرب فرصه، امتى؟ معرفش، ما عنديش فكره، ما حدش عنده فكره. فعشان كده بقول لحضراتكم خلي الناس تشتغل، الناس عايزه تحس ان كل جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر الناس اللي بتختار المدير الفني القادم، وانا ده متاكد منه وعارفه كويس قوي، عارف قد ايه ان جمهور النادي الاهلي دايما دايما طالما القرار طلع انت بتقف في ظهره. وهفكركم، هفكر حضراتكم قبل، وكل شويه هقول هذا الكلام لانه في النهايه كلام اللي النادي الاهلي بيقوله يا جماعه ما بيقولوش كده لمجرد التهليل ولمجرد ان هو لا لا، وما تفرقش معاه بالمناسبه خد دوري مش عارف ايه، لا لا الكلام ده ما يفرقش. النادي الاهلي قبل بدايه كاس الامم الافريقيه قال يا جماعه من فضلكم عايزين نعمل ثلاث حاجات، نخلص الدوري قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، تاني دي اول حاجه، تاني حاجه نطبق تقنيه الفي ار، ده قالها قبل كده بكتير، تالت حاجه يا جماعه هنساند الحكام المصريين وكل حاجه بس عايزين العدل. وقال ان الماتشات اللي هتتلعب بعد كاس الامم هتؤثر بشكل سلبي كبير على كل الانديه اللي هتلعب، وده اللي حصل. هل النادي الاهلي كان بيقول الكلام ده في الهوا عشان عايز يكسب الدوري؟ ها هو كسب الدوري، ايه اللي حصل يعني؟ كسبنا الدوري العادي يعني 41 بس دوري لغايه دلوقتي. فيا جماعه خلينا نسيب الناس اللي شغاله تشتغل وتجتهد لغايه لما تصل للاسم اللي من وجهه نظرهم يفي بمطالب النادي الاهلي وجمهوره واعضائه. لكن امتى؟ ما اعرفش، ممكن بكره يعلن، بعده السبت، الحد، الاثنين، محدش والله ما حد يعرف. صدقوني اللي انا بقوله لحضراتكم ده كلام يعني لازم حضراتكم تبقوا عارفين ان احنا لما بنقول حاجه هنا في ملعب الاهلي او في قناه النادي الاهلي لازم تبقى حاجه حقيقيه. فالحقيقي ان احنا ما نعرفش حاجه، ده الحقيقي. نعرف يعني لكن ما ينفعش نطلع نتكلم مع حضراتكم الا اذا كان الامر رسمي رسمي رسمي. امتى؟ لما يقولوا لنا امتى هنقول لحضراتكم امتى ان شاء الله هيكون اختيار المدير الفني. كل بيجتهد، الكل مبسوط، ما عندناش اي مشكله، خلي الناس تجتهد، الناس كلها عاملين زخم رائع الحقيقه في هذا الموضوع. قبل بس ما اقفل الموضوع ده عشان عندي عايز اتكلم عنه لعيب مهم عايز اتكلم عنه في النادي الاهلي. اللجنه الخماسيه